أشهد أن لا إله إلا الله، الله يقول للأمة أنا لا أغير عليكم، أنا لا أغير عليكم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم. الله لا يغير نعمه، الله لا يسلب عن عباده نعمه، الله لا يسلب عن عباده رحمته، الله لا يسلب عن عباده عطاياه. هو الرحمن الرحيم، هو الجواد الكريم، هو المنان العظيم، خلقنا ولا يريد عذابنا، يغفر لنا بأيسر أسباب المغفرة والعفو. إنما يقول الله لنا ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم. متى يغير؟ قال حتى يغيروا ما بأنفسهم، فيسلب النعمة لأنهم غيروا الكفر، غيروا الشكران إلى كفران، غيروا الطاعة إلى معاصي. يا أختي المتبرجة، إذا لم تعتبري بهذا الحال متى ستعتبرين؟ يا تارك الصلاة ماذا تنتظر؟ أتنتظر الطوفان والزلزال والبركان؟ يا من يعصي الله ويبارزه بالذنوب والمعاصي، فيجاهر بلبسه لخاتم الحديد، لخاتم الذهب، أو يجاهر بفعل الذنوب والمعاصي. يا من يعصي الله في خلوته فيجعل الله أهون الناظرين إليه، ماذا تنتظر؟ إن لم نتغير في هذه المرحلة، ولم نتغير مع هذه المحنة، ولم نتغير في مثل هذا الوباء الذي يطرق كل بات ويصل ويخترق كل حجاب، ماذا ننتظر؟ ماذا ننتظر؟ أيرسل الله علينا كسفا من السماء؟ أيرسل الله علينا زلازل وبراكين؟ أيرسل الله علينا موتان لا يرحم به أحدا؟ أيها المسلمون، ماذا تنتظرون؟